مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. مادة التربية الإسلامية للصف الثالث، ودرسنا لهذا اليوم من أسماء الله تعالى الرزاق. وهدفنا في هذا الدرس أن يتعرف الطالب على معنى اسم الله تعالى الرزاق، وأن يذكر الطالب أمثلة على نعم رزقها الله تعالى للإنسان، ويقدر الطالب نعم الله تعالى عليه بشكرها عليها. في البداية دعونا نستذكر أسماء الله تعالى الحسنى التي قد مرت معنا. وكما تعلمون نحن نتعرف على أسماء الله تعالى حتى تزداد معرفتنا بالله تعالى وتزداد محبتنا وطاعتنا له. وكما تعلمون يا ثالث إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما. في البداية لما لو تتذكرون في الصف الثاني تعلمنا أو تعرفنا على اسم الله تعالى الخالق، وفي هذا العام الفصل الماضي تعلمنا على اسم الله الرحيم وأيضا العليم. وفي آية الكرسي ورد ذكر أسماء من لله تعالى، وهي اسم الله الحي والقيوم والعلي والعظيم. كما قد مر معنا في هذا الفصل اسم الله تعالى الأعلى الذي ذكر في سورة الأعلى. أما في هذا اليوم سنتعلم على اسم جديد من أسماء الله تعالى، وهو اسم الرزاق. ولمعرفة ذلك دعونا نشاهد. من الذي ينزل المطر من السماء؟ الله الذي ينزل المطر من السماء. من الذي يرزقنا الطعام والشراب؟ الله الذي يرزقنا الطعام والشراب. من الذي رزقنا السمع والبصر؟ الله الذي رزقنا السمع والبصر ورزقنا الصحة والأمن. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن يجب علي أن أشكر الله الذي رزقني كل شيء. بعدما شاهدنا الفيديو السابق دعونا نعرف اسم الله تعالى الرزاق. في البداية نقول هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ويعني أن الله تعالى ينعم على المخلوقات جميعها بما تحتاج، فهو الرزاق الوحيد في هذه الدنيا، حيث قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونلاحظ أن الله لم يقل عن نفسه رازق، بل قال رزاق، وهذا في اللغة العربية يلفظ عليه أو يطلق عليه صيغة مبالغة، ويعني أن الله تعالى شديد الرزق وكثير الرزق، ينعم على جميع المخلوقات بأنواع مختلفة من الرزق. ودعونا الآن نجيب على النشاط الموجود في الكتاب صفحة 40، حيث يقول يطلب منا هذا النشاط أن نذكر اسما من أسماء الله تعالى ورد ذكرها في الآية السابقة. هيا يا أبطال، من يتذكر؟ ورد في الآية اسم الله تعالى الرزاق، أحسنتم، وكذلك اسم آخر ذكر وهو المتين. ممتازين. وبعدما تعرفنا على اسم الله الرزاق دعونا نتعرف على بعض النعم التي أنعمها الله علينا. وكما تعلمون أن نعم الله تعالى كثيرة جدا لا يمكن أن نعدها، وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والآن دعونا نعدد بعض من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن أهم النعم هي نعمة الإسلام، حيث أنه جعلنا نولد في بيئة مسلمة ونعتنق دين الإسلام. أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الأم والأب،
حيث أنك منذ الصغر تولد عند أم وأب يقومون برعايتك والاهتمام بك. كذلك من نعم الله تعالى علينا نعمة الحواس الخمسة ونعمة العقل، وهي من النعم المهمة للإنسان، وميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان عن سائر الكائنات الحية. أيضا من نعم الله تعالى نعمة الصحة، حيث يجعلنا بصحة قوية وصحة شديدة نستطيع فيها القيام بالأعمال وذكر الله وشكره على هذه النعم. أيضا من نعمة الله نعمة الطعام والشراب ونعمة المسكن، وهذا جزء بسيط من النعم التي أنعمها الله علينا، ولو جلسنا نعدد نعم الله لاحتجنا أياما ولا يمكن أن نحصيها. إذا من واجب الله سبحانه وتعالى علينا بأنه أعطانا العديد من النعم، هل نقوم بعصيانه؟ طبعا لا، يجب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وكيف نقوم بشكره؟ هل نقوم بشكره بالكلام فقط؟ طبعا لا، أحسنتم، يجب أن نشكر الله قولا وفعلا، أي بطاعته وقراءة القرآن والصلاة وإيتاء الزكاة وفعل ما يوجب رضاء الله علينا ويدخلنا الجنة. والآن دعونا نشاهد بعض من هذه الصور. في هذه الصور يا ثالث ماذا نشاهد؟ في الصورة الأولى نشاهد طائرا يطعم فراخه الطعام. من أين جاء بهذا الطائر بهذا الطعام؟ من الذي أنعم به؟ طبعا أنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الطائر بهذا الطعام. أحسنتم، في هذه الصورة ماذا نشاهد؟ نشاهد إنسانا أو فلاحا يقوم بحرث أرضه ويقوم بدعاء الله بماذا؟ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أي أن الإنسان هذا يدعو الله بأن ينزل عليه المطر لكي تنمو مزروعاته، ونحن نعلم أن المطر هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وفي هذه الصورة ماذا نشاهد؟ نشاهد نملة تقوم بجمع غذائها وتخزينه لفصل الشتاء. من الذي أنعم بهذا الطعام على هذه النملة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الصور نستذكر قول الله تعالى في سورة الأعلى، حيث قال في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وتعلمنا أن معنى قدر فهدى أي أنه قدر لكل كائن حي ما يلزمه وهداه لذلك. ومن هنا نتعلم ونستنتج أن نعم الله أيضا كما ذكرنا في السابق لم تقتصر على الإنسان فقط. ودعونا نشاهد ذلك لنستفهم ماذا أقصد. وما من الله عز وجل لم يخلق المخلوقات ويتركها دون عناية، بل رزق كل مخلوق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكان هذا الرزق ملائما تماما لما يحتاجه وينفعه في حياته. فللكائنات البحرية خياشيم تساعدها على التنفس تحت الماء، أعطى الله سبحانه وتعالى الصقر بصرا حادا ليرى فريسته ومخالب ليمسكها، ورزق النملة جسدا يمكنها من حمل الطعام بل وحتى المشي على الأغصان والحائط. التفكر في هذه الأمور يدفعنا دائما لقول سبحان الله.
والآن دعونا نفكر بهذا السؤال، كيف تسعى النملة للحصول على رزقها؟ وكما نعلم أن النملة هي مضرب للمثل بالعمل النشيط والمنظم، أي أحسنتم، تقوم النملة بالعمل بجد ونشاط وبالمثابرة، ويكون هذا العمل وفق مجهود جماعي ومنظم حتى تقوم بالحصول على غذائها. وبهذا يا ثالث نكون قد أنهينا الدرس، ويجب عليكم حل أسئلة الاختبار أختبر معلوماتي في صفحة 41 حتى نتمكن أو نتأكد من حفظك وفهمك للدرس، وكذلك حفظ الأدلة الشرعية الموجودة في الدرس. وفقكم الله.